في خبرنا الاقتصادي، في هذه النشرة أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن ضبط 47 طنا من الأرز تم التلاعب بتواريخ صلاحياتها. تمكن فريق الرقابة التجارية في وزارة التجارة من ضبط 47 طنا من الأرز المصري تم التلاعب بتواريخ صلاحيته في أسواق منطقة الشويخ الصناعية، وذلك قبل طرحه في الأسواق المحلية. كما تم ضبط معرض للمواد الغذائية يقوم بتمديد صلاحية منتجات الفواكه المجففة المعروضة وتغيير بلد المنشأ، مشيرة إلى تحفظها على الأدوات المستخدمة في عملية الغش. ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى الاتصال على الخط الساخن للوزارة في حال وجود أي مخالفة أو غش تجاري.